الله علي أولا وعليك ثانيا. أنت تعتقد أن ما أنت فيه هذا أفضل حالاتك، صلاتك أحسن صلاة، تربيتك للأولاد أحسن تربية، معاشرتك للزوجة أحسن معاشرة. هذا المعنى لا يدعيه أحد. الهدف من الخلقاء أن تكون من أحسن الناس عملا في كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا في الإنفاق أعم من الإنفاق الواجب والمستحب. طبعا الإنفاق الواجب لو قام به الإنسان لا يعد إنسانا مثلا كريما متطوعا إلى آخره. ولن المال الواجب ليس لك، المال الواجب حق الله ورسوله. خمس المال مثلا لصاحب الأمر وللسادة من الفقراء والمساكين، إذن أي فضل لك في هذا؟ نعم أنت مطيع أنت ممتثل، ولكن الإنفاق المستحب الإنسان يتطوع بالإنفاق، هذا نعم يكشف عن ملكة في الباطن. الصدقة ظاهرها أن تعطي مالا للفقير. المنتفع من؟ أنت المنتفع أكثر من الفقير. تعطي طعاما لفقير يأكله وينتهي، ولكن أنت المطعم، ما لك عند الله عز وجل؟ انظروا إلى قوله تعالى كيف يصف الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أين التطهير والتزكية؟ من أكل خبز أمير المؤمنين وفاطمة وفضة على نقل، قدم أقراصهم للمسكين واليتيم والفقير، هم أكلوا ذلك الخبز. ولكن الآية نزلت إلى يوم القيامة، يقول الشاعر وفي غيره وفي غيرهم هل أتى هل أتى. إذن الصدقة ظاهرها دفع مال للفقير، وباطنها تطهير وتزكية. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآن البعض يرى أن هذه الآية في سياق آيات التوبة. اتفاقا من كان مدمنا على معصية مدة من الزمن، أو قام بمعصية كبيرة إما صغيرة طويلة الأمد أو كبيرة متقطعة الأمد، اتفاقا من موجبات التكفير بعد التوبة والاستغفار دفع صدقة محترمة. إنسان سنوات من عمره وهو عاكف على الحرام، الآن تاب ليبني مسجدا ليقوم بعمل هكذا صالح، يقول يا رب هذه الصدقة، الصدقة ليست صدقة بسيطة، الصدقة تقال على كل فعل يراد به القرب إلى الله عز وجل. لهذا الصدقة فانية وجارية. الطعام للفقير صدقة فانية، والبئر والجسر والمسجد صدقات جارية باقية. المهم هذا تطهير لفؤاد الإنسان ولباطنه. من آداب الصدقة أيضا
هذه الصدقة إن دفعتها تخلصت من الويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من صفات هؤلاء أنهم يمنعون الماعون، لا يساعدون الغير. إنسان ملهوف يأتيك يستحي أن يقول أعطني مالا، هكذا بعض الفقراء الآن، إما تحايلا أو خجلا، كلا الاحتمالين واردان. يقول يا فلان أعطني قرضا، وهو محتاج له. هنا إن رأيت صاحبك هذا المؤمن حقيقة يستحق، لماذا تعطيه قرضا؟ أعطه صدقة، هذا محله. وهذا الذي قام به إمامنا الصادق عليه السلام، قال له يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، أريد دينا. فقال له الإمام إلى غلة تدرك لك زرع تبيعه تعطيني الدين؟ قال لا، لا والله أقسم. قال فإلى تجارة تؤوب، يعني لك مال في التجارة ترجع تعطيني قرضي؟ قال لا والله. قال فإلى عقدة تباع، لك شيء يباع؟ قال لا والله. فقال له الإمام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، أي قرض؟ أنت مستحق للمساعدة. الإمام دعا بكيس فيه دراهم وأعطاه، طبعا أوصاه بوصية، قال اتق الله ولا تسرف ولا تقتر، طلبت مني دينا أنا أعطيك هدية هبة، ولكن بهذا الشرط. الصدقة الزكاة لها موارد، في المال دفعه، زكاة المال واضح، ولكن لكل نعمة زكاة، زكاة الجمال العفاف. بعض النساء مع الأسف زينتها جمالها وبال عليها، بعض الجميلات في دار الدنيا يوم القيامة يتمنين لو كن من أقبح النساء، لأن الجمال جرهن إلى ما جرهن. إذن من رزق الجمال تعف نفسها، تستر وجهها إلى آخره. زكاة الصحة السعي في طاعة الله عز وجل، السعي للطاعة المتعارفة. كن حريصا على حضور المسجد إن أمكنك الحضور، صباحا وزوالا وليلا كن ساعيا. هذه زكاة الصحة. سيأتي يوم تريد أن تصلي في البيت لا يمكنك، صلاة البعض إيماء، جلوس. زكاة العلم ماذا؟ بذله لمستحقه. تعلمت الليلة رواية، هذه الرواية لا تبخل بها على زوجتك مثلا. كل واحد منا متعلم، عندما يتعلم شيئا نعم زكاة العلم نشره. وأخيرا لكل شيء زكاة، زكاة المال علمناها، البدن له زكاة. رواية باقرية ينقل عن جده أنه قال ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل 40 يوما مرة. البدن الذي لا يزكى بعيد عن الرحمة، تغيرت وجوه القوم، كيف البدن يلعن؟ بأي مناسبة؟ فلما رآهم النبي قد تغيرت ألوانهم قال لهم هل تدرون ما عنيت بقولي؟ أي بدن لا يزكى كل 40 يوم وهو ملعون؟ قال الإمام، قال النبي الرجل يخدش الخدش وينكب النكبة
ويعثر العثرة ويمرض المرضى ويشاك الشوكة، يعني في كل 40 يوم لابد أن تبتلى بشيء. من لا يبتلى بشيء أبدا هذا البدن كأنه بدن غير مرغوب فيه. ولهذا إذا وقعت في مرض، في شوكة دخلت في رجلك، كل هذا يرفع عنك هذا المعنى. حتى النبي ذكر في آخر حديثه اختلاج العين، إنسان يبتلى باختلاج العين يزعجه ذلك، عينه ترمش لفترة بشكل سريع، حتى هذا من كفارات البدن. بعض المؤمنين هكذا لهم وجع مستمر صباحا ومساء، هذا البدن بدن مقدس، بدن طاهر مطهر. المؤمن لا يخشى الابتلاء في بدنه ما دامت هي هذه الجائزة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج، أبلغهم عنا تحية وسلاما. والفاتحة مع الصلوات.